الشاب ديالنا خالد بريسلي الجميل جدا اللي دار ديك الحركات البارح اللي ابهرت الجمهور ماشي غير المغاربه شافوا حتى ناس اجانب وتبربي انا كنقول لهاد الموهبه هذا غيكون عنده مستقبل كبير الشيخ بيا غيكون عنده واحد المستقبل في هذا المجال ديالو الله يوفقه ويمشي علاش ما عندناش نيت حنا دوك لي كاسكادور دوك لي دوبلور اللي كيديروا رياضه الفرقه في الافلام وحتى هو موهبه من المواهب وغنتمنوا ليه يعني الانطلاقه موفقه وثيق بيا من هنا من مدينه مراكش غتكون هذه هي الانطلاقه ديالي ان شاء الله ان شاء الله خاصها تاخذ حقها لانه كيجمع ما بين الارتيستيك والكاتا كومبا شفت لي كاتا كومبا سوزي دو بريسلي ماشي غير في الشكل اللي صوب المكياج وهذا من حتى في الحركات نتمنى اننا نشوفوا في افلام ديال لاكسون للاسف ما عندناش فرصه نشوفوا افلام ديال لاكسون في المغرب ان شاء الله نشوفوا حتى ان شاء الله شكرا.